مساء الخير على الجميع. نبدأ هلأ في نشوف أوراق وطاقة برج العذراء لليوم. هاي القراءة عامة وعلى الطاقة العامة تبعت البرج. لو حابب توصلك دائما الفيديوهات تقدر تعمل لايك وسبسكرايب على قناتي باليوتيوب. لو حابب تعمل قراءة خاصة الرقم في صندوق الوصف بإمكانك إرسال واتساب عليه. نشوف برج العذراء لليوم شو طاقتك يا برج العذراء. اوكي برج العذراء، في شابتر في حياتك يا برج العذراء انتهى، او ممكن نقول في أشخاص حتطلع من حياتك خلال الفترة الجاية، أو مواقف أو عمل معين. المهم في عندك باب سكر يا برج العذراء ومقابله كتير أبواب فتحت. تغيير كتير كبير في الفترة الجاية جاية في حياتك، راح يفتح لك كتير أبواب جميلة، راح تتحرر من كل شيء سبق بالماضي ما عاد يخدمك روحيا، وراح تفتح لك أبواب فيها بدايات جديدة، تغييرات جديدة. في عندك مبروك كمان، بقي لك خطوة واحدة يا برج العذراء وأشياء كتير رح توصل ورح تحصل في حياتك، وكلها أشياء إن شاء الله إيجابية ورح توصلك للمكان اللي أنت بتبحث عنه من زمان. بس محتاج منك إنك أنت تدرب حالك أكتر على طريقة تغيير نوعية الأفكار، نوعية المشاعر، أسلوبك في أمور معينة، تتحرر من أشياء معينة. وهي فرصة لك هلأ حاليا في التحرر، لأنه إحنا قبل الوفيساك فولمون، فبإمكانك إنك تتحرر من هنا ليوم الخميس عشان تبدأ بداية جديدة وتقول لأي إشي قديم باي باي وتستقبل كل إشي جديد خلال الفترة الجاية. محتاج إنك تبدأ بشيء جديد أو مشروع جديد، أو ممكن نقول تجرب شيء جديد في حياتك عشان تلاقي نتائج جديدة في حياتك يا برج العذراء. صار لك فترة زعلان ومش قاعد تضحك من القلب، حاول تجتمع مع ناس بضحكوك من القلب أو تشوف شيء يخليك تضحك من القلب عشان ترفع من طاقتك. كتير انت من الناس اللي بتكتم جواها، بس لازم خلال الفترة هاي تعبر وتطلع المشاعر اللي جواك وتقول لو لحد قريب منك شو انت كنت تحس الفترة اللي فاتت عشان تحرر المشاعر الداخلية اللي عندك يا برج العذراء. في مشاعر احيانا، او ممكن نقول احساس معين بيجيك لما تيجي تبدأ تعمل شغلة او تختلط بناس معينة او تبدأ بعلاقة مع شخص معين، بس للأسف انت دائما يا برج العذراء بتسكت هذا الصوت الداخلي. محتاج منك هاي الفترة انك انت تسمع لصوتك الداخلي، لأنه مشاعرك هي البوصلة لحياتك يا برج العذراء. نشوف خط سير البطاقات كيف عشان نسحب لك آخر بطاقة. في أبواب سكرت عندك أو شابتر من حياتك انتهى وبدأ فشابتر جديد أفضل وأجمل، أشياء جديدة بدأت، أبواب خير بدأت تدخل لحياتك، وكل شيء كان في الماضي صار في الماضي. محتاج منك خطوة واحدة يا برج العذراء عشان توصل لحلمك الكبير. حاول انك تشتغل على التغيير وانك تمارس اشياء عشان توصل لنتائج مختلفة. كمان محتاج منك انك تبدأ اشي جديد في حياتك، ممكن يكون مشروع، ممكن يكون حتى شيء انت ابتديته وقعدة تجيك نتائج مش مفيدة، ممكن تغير الطريقة عشان تجيك نتائج مختلفة. محتاج انك تضحك من القلب، تجتمع في ناس تضحك معاهم من القلب. محتاج انك كمان يا برج العذراء سوري تعبر عن مشاعرك الداخلية وتسمع لصوتك الداخلي، لانك دائما بتسكت هذا الصوت. البطاقة الاخيرة بتقول لك يا برج العذراء استرخي، كل شيء بمشي قاعد بالطريقة اللي انت بدك اياها وكل شيء ماشي بخير. شكرا للجميع، ان شاء الله تكون عجبتكم القراءة.